الإنجيل والقرآن. بيوصل رساله ان هم اساسا اليهود هنا في مصر جزء لا يتجزا مع انهم اقليه عدديا فلهم حقوق ولهم واجبات زيهم زي اي اصيل من الاقليات الثانيه. فكل اليهود والتتار يجمع كله مع بعض ده شيء جميل كويس. والله بيني وبينك هو حاجات كتير قوي بس انا مش عارف مسائل الحقيقيه من ناحيه العداله تحديدا ماشيه كتير جدا ممكن بالعكس ما تتحققش. يعني احنا قاعدين نصرخ من قبل ما حد يفتح بقه وبنتكلم عن المصريين كلهم واحد وان مفيش فرق بين ممكن قال سيد درويش زمان مفيش مصري مفيش يافطي مفيش نوبي مفيش مسيحي مفيش كلهم مصريين. الكلام ده في 1919 احنا النهارده لغايه النهارده متخلفين عنه. هو يوم جميل نسعد به طبعا. ده اللقاء الثاني السنه اللي فاتت كنا فيه برضو ده يدل على الاتحاد ان كلنا ايد واحده ومصر بخير فالحمد لله. يعني اكثر من ده الحقيقه انا سعيده باليوم ده يعني مش واخد يعني الدعايه الكافيه لكن ده له معنى كويس قوي. التوراة والإنجيل والقرآن.